شفنا لقطة وقت عزف النشيد، لقينا كابتن زياد وهو بيبكي. هل فكرت في عزف النشيد في الأولمبياد ولا إيه اللي كان جه في دماغك فعلا؟ بص انا يعني لعب سلاح السيف اولا ما كانتش من اللعب الاون تراك، يعني احنا جامدين فيها في مصر، يعني لعبه يعني انا فاكر كذا مره فكروا زمان يلغوا لعبه سلاح السيف من مصر، يعني خلوا المنتخب او الاتحاد يعني شيش وسيف مبارزه، لان لعبه كانت بعيده جدا. فكان حلمنا من اول ما بدانا ان احنا نوصل نبقى في الطاب يعني في اللعبه، بس كان مشهد جامد قوي وكبير قوي بالنسبه لي وبالنسبه لكل اللعيبه اللي احنا نشوف علم مصر بيترفع في بطوله جائزه كبرى كاس عالم سلاح ونسمع النشيد الوطني. كان حاجه كبيره، حلم كبير حلمت بيه من وانا صغير، والله لحد دلوقتي انا ساعات اصلا مش مصدق ان انا ده حصل يعني.